السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا هذا الشاحن خرج 68 فولت، 5 بطاريات، كان في عطل بالتغذية، كان في عطل بالمكثفات، هدول غيرناهم 400 فولت، غيرناهم اشتغل الشاحن الحمد لله. كان يعني هذا الضوء الأخضر يشعل ويطفي، يشعل ويطفي، يعمل تك تك تك، يطلعوا المكثفات هدول ما في ولا قيمة، قيمة يعني أبدا أبدا ولا قيمة، معدومة القيمة، يعني ما في لا شاحن ولا تفريغ. تم استبدالهم واشتغل الشاحن، بس لاحظت انه وقت منحطه مثلا على الحمل، يعني منحطه مثلا على البطاريات على الحمل، ما بيقلب الضوء من الأخضر لأحمر، يعني إنه ما عم يشحن، علما إنه عم يخرج، يعني خرج 68 فولت، والمروحة ما بتشتغل. المروحة هيك شايفينها ما بتشتغل، علما إنه جربتها برا، فكرت إنه في عنا هون، في عنا هون هاي الآي سي، الآي سي اس ام دي الطبع، متصل فيها هذا الترانزستور، هو المسؤول عن شايفين هذا الخط وين رايح، شايفين للرجل السوكت تبع المروحة، هاي السوكت تبع المروحة شايفين، ايه هاي هي، هو مسؤول عن خرج هاي بياخد نبضة طبعا عن طريق هاي المقاومة، عن طريق هاي المقاومة راح اشير لكم بالمفك احسن، ياخذ نبضة مثلا، هاي البوابة تبعه على اعتبار هاي البوابة، هاي المقاومة بتروح هيك 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 على هاي الاي سي. هلا راح نبدل الاي سي ونكمل الفيديو.